وللحديث عن آخر تطورات التظاهرات مع اتساعها في عدد من المحافظات، معنا من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك معنا دكتور. أخي العزيز، وحياك وحيا المشاهدين الكرام. مرة جديدة تنتقل بسرعة كبيرة التظاهرات من محافظة إلى أخرى، هل يمكن القول أننا أمام موجة جديدة من الثورة؟ أكيد، مرة أخرى وثالثة ورابعة وعاشرة، الثورة أصبحت قدر العراق. الثورة لم تعد مجرد حراك هنا وهناك. الثورة إن تظهر أو إن يختفي بعض مظاهرها لا يعني أن الثورة انتهت. وإذا ما حاولت الحكومة أن تحتوي الثورة بشكل أو بآخر بوعود زائفة أو بحلول ترقيعية، سرعان ما تنطلق الثورة من جديد وكأنها من أول يوم. لذلك نحن نحمد الله ونشكره أن الثورة استطاعت أن تكون في كل ضمير عراقي وفي كل سلوك عراقي، وبالتالي لا غريب علينا ولم نكن نحن لا نتوقع هذه الحالة، بل نتوقع المزيد من التكامل بين محافظات العراق، لأن الثورة ما زالت قائمة وأسبابها قائمة وما زالت الأهداف لم يتحقق منها أي شيء، لذلك تبقى الثورة. نعم، كان ضرورة التغيير فكرة ترسخت لدى الشعب العراقي، وبالتالي يعبر عنها بهذه الموجات المتتالية من الثورة دكتور. بالتأكيد، هو الحقيقة الأمر أن الحكومة لا تفهم معنى الثورة وغاياتها وأهدافها، تتوقع أنها كما تحاول الحكومة أن تسخرها توظفها هو عبارة عن خروج الشباب للتعيين أو خروج لاستبدال محافظ أو خروج لخدمات معينة، رغم ذلك أشياء مهمة لا أكيد، ولكن الثورة خرجت وقالت من أول يوم نريد وطن، والوطن لا يأتي إلا بتغيير العملية السياسية، إلا بتغيير رموز الفساد، وبالتالي إبقاء رموز الفساد بشكل أو بآخر بالسلطة ومحاولة المعالجة هم بأنفسهم وأتيان بقوة خاصة تابعة لهم ولأحزابهم، هذه ترقيعات. وبذلك نقول الثورة موجودة لأنها ثورة، وليس أنها مطلب ضيق صغير تعيين أو خدمة معينة، لا، يراد العراق أن يعود إلى أهله وأن تنهى حالة التردي القائمة وأسبابها، وهي العملية السياسية العوجاء التي صنعها الاحتلال وأقزامه. نعم دكتور، في القادسية أطلقت القوات الحكومية الرصاص على المتظاهرين، أصابت 3 منهم. لماذا تصر الحكومات المتعاقبة على اتباع نفس الأسلوب في قمع التظاهرات؟ يعني لا اختلاف حقيقي وجوهري في التعامل مع المتظاهرين. لسبب بسيط واضح، أن الحكومة سواء كانت هي تدعي الوطنية وتدعي الانتماء للعراق، أو الحكومة ببعدها الحقيقي وهي الأحزاب السياسية المتنفذة، مدركة أن ثورة تشرين وبقائها وأهدافها هي وأد لهذه المجاميع، لهذه الأحزاب الفاسدة، وبالتالي تطلق يد عناصر الشرطة بشكل أو بآخر، وقد تكون عناصر تابعة للأحزاب ذاتها، وتردد ملابس عسكرية أو ملابس شرطة أو ملابس شغب، ولكن الحكومة لم تتخذ إجراء حقيقي أبدا لحماية المتظاهرين، ولم تسأل أحد نهائيا عن الذين قتلوا المتظاهرين، ولعلنا شهدنا أسبوع واحد في محافظة الناصرية ذقار العراق وعراق ذقار، كيف سقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، والحكومة لا تقدم شيء وتأخر شيء، كل ما في الأمر أتت بمسؤول أمني كبير وضعته لكي يخرج الأمور، وكأنما هم جاءوا ببلسم للجراح. البلسم الحقيقي ليس حتى في الناصرية، أنا قلت في إحدى التغريدات والمقالات، الحل الحقيقي في بغداد، في أما تعديل العملية السياسية تعديلا جوهريا حقيقيا وتغيير قوانينها بما يتناسب مع الوطنية الحقة ومساءلة الأحزاب ومساءلة الفاسدين والسراق والقتلة، وأما تغييرها تغييرا كاملا. لذلك أنا أتوقع أن الشعب العراقي أدرك حقيقة أن الحكومة لن تكون جادة أبدا في إحداث تغيير، لذلك أتوقع أن الشعب سوف يوسع من أدوات ثورته. نعم. وقد تكون نهايتهم قريبة هؤلاء الذين وهذا دليل إضافي دكتور على أن الشعب العراقي امتلك الذكاء الجماهيري والوعي الكافي لعدم تصديق الوعود ومحاولات التهدئة التي تقف خلفها أحزاب،
بعض يعني القيادات. ذكاء منقطع النظر حقيقة، الذكاء الجمعي الذي عبر عليه عنا الشعب العراقي عموما والذي قار بالوجه الخاص، والله أنها لمسألة تستحق الوقوف وتستحق الدراسات بمجلدات. كل ثورات العالم يقودها أشخاص وأحزاب ومفكرين وجهات ودول خارجية إلا ثورة تشرين، ثورة شعبية يقودها شاب في مقتبل العمر، يقودها شهيد، تقودها مبادئ، تقودها قيم، لذلك هي أقوى من القاتلة، أقوى من الطرف الثالث والرابع، وأقوى من عناصر الشغب، وأقوى من الرصاص الحي. ورغم أنها لا تحصل على أي دعم دولي ناصح ولا دعم خارجي ناصح بقدر ما دعم أبناء الشعب ودماء الشعب وعقول الشعب. إذن في رأيي الشخصي وعملية التكيف السريع مع المستجدات والمتغيرات تدل على أن لهذه الثورة إرادة ورؤية وعقلية سابقة ونافذة وقادحة ورؤية مستقبلية جدا. ما طبيعة هذه الرؤية المستقبلية لهذه الثورة دكتور؟ يعني هو من الواضح أن هناك إصرار على المطالب على الرغم من عدم الاستجابة الحكومية والحزبية لتلك المطالب، لكن الإصرار العجيب من هذه الفئة الشابة في العراق يعني يعطي دلالات كبيرة. الإصرار أو القراءة الصحيحة للثوار والرؤية المستقبلية للثوار حقيقة لخصت في فكرة أو في مفردة أريد وطن ومطلب تغيير عملية سياسية، لأن الرؤية إلى المستقبل السليم تبدأ بتوفير حيثيات التغيير الحقيقي لمستقبل أفضل. وأدرك الشارع أن التغيير الحقيقي لمستقبل أفضل يكمن في تغيير العملية السياسية وإنهاء الحالة المأساوية. إذن الشعب كان مدركا إلى الآلية الأمثل للخروج من المأزق لمستقبل أفضل، لذلك هي حراك آني استمد سلوكه وقدرته واندفاعه من المعاناة في الأيام الماضية، ولكنه رؤية مستقبلية، لذلك الحكومة عاجزة أن تتعامل مع الرؤية المستقبلية للثوار، والثوار ما زالوا ما شاء الله متجددين في رؤاهم المستقبلية، وقلت لك في تكيفهم مع الأحداث والمستجدات. لعل المهلة التي وافقوا عليها رغم على مضاضه هم يدرون أن الحكومة عاجزة أن تأتي بأي شيء، لذلك انتهت يومان ولم يقدم الحكومة شيء. عاد الشارع ساخن والحمد لله. شكرا لك دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر سكايب من بغداد.